موجز اخباري جديد من اون لايف، طاب مساءكم دوما. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رئيس شركه شنايدر الكتريك العالميه جون باسكال، واستعرض اللقاء نشاط الشركه في مصر في مجالات الطاقه، لا سيما الطاقه المتجدده والبنى التحتيه. واكد السيسي خلال الاجتماع ترحيبه بتكثيف التعاون مع الشركه في مجالات نشاطاتها المختلفه، مشيرا الى ان الدوله تشيد 12 مدينه جديده بهدف تكوين جيل جديد من المدن العصريه الحديثه. وشدد على ان هناك عددا من المعايير الرئيسه التي تتمسك بها الدوله في تنفيذ المشروعات الكبرى، وهي ضغط الكلفه الماديه وتوفير التسهيلات الائتمانيه وسرعه التنفيذ. قال وزير الاسكان مصطفى مدبولي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي كلفه بمهام القائم باعمال رئيس الوزراء لحين عوده رئيس الوزراء شريف اسماعيل من رحلته العلاجيه بالمانيا. واضاف مدبولي في تصريحات له بمقر مجلس الوزراء ان رئيس الوزراء شريف اسماعيل له مكانته وكان يقوم بعمله بجهد فائق. واشار مدبولي الى انه التقى اليوم عددا من الوزراء لمتابعه الاعمال، موضحا ان رئيس الوزراء كلفه بمتابعه عدد من الملفات. استقبل وزير الداخليه اللواء مجدي عبد الغفار وفدا من اعضاء لجنه الدفاع والامن القومي بمجلس النواب برئاسه النائب كمال عامر رئيس اللجنه. وتم خلال اللقاء طرح الرؤى ووجهات النظر بشان التعاطي مع مجمل القضايا الامنيه وتعديل بعض احكام القانون المعمول بها لمكافحه الارهاب، حيث اعرب وزير الداخليه عن تطلعه لمزيد من التعاون مع لجنه الدفاع والامن القومي بالبرلمان، مؤكدا ان التحديات الامنيه التي تفرضها طبيعه المرحله الحاليه تتطلب مزيدا من التنسيق بين كافة المؤسسات. اتفق وزير الخارجية سامح شكري ورئيس البرلمان العربي مشعل السلمي خلال لقائهما اليوم على أهمية وجود استراتيجية عربية موحدة وواضحة لمكافحة الإرهاب. اللقاء تناول أيضا تطورات الأوضاع في المنطقة العربية وخاصة اليمن وليبيا وسوريا والعراق، مستجدات ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية، فضلا عن نتائج اجتماع القاهرة الأخير والأزمة مع قطر.